بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب المقهى الثاني قسم الهندسة الكهربائية جامعة ميسان. على بركة الله وبعد التوكل على الله نكمل محاضراتنا بخصوص مادة الدي سي ماشينز. نكمل موضوع الترانسفورمر، السنجل فيز ترانسفورمر. في المحاضرة الماضية تناولنا المفردات التالية: مبدأ عمل السنجل فيز ترانسفورمر، والتركيب، واشتقاق القوانين المهمة، و ترانسفورميشن ريشيو، وأخذنا 5 أمثلة. هذا المثال الخامس اللي هو وياه كواجب تتمرسون على حل الأمثلة وغرض إنه ما تتراكم عليكم المواد. أخذنا الأيديال ترانسفورمر، أخذنا في المقدمة عنها الأيديال ترانسفورمر، حكينا في شيء بسيط عنها. لا بأس، اليوم راح نجي نعرف شنو الأيديال ترانسفورمر وليش ندرس على الأيديال ترانسفورمر. ولا ما أخلص الفقرة كلش راح أعطيكم الزبدة من الموضوع. الأيديال ترانسفورمر هي نفسها، هي هاي المحولة اللي نحكي عليها اللي أخذنا مبدأ عملها، هي نفسها نفترضها انه هي مثالية، يعني هي فرضية. فرضية زين، يعني هي غير واقعية. الغاية من الفرضية لتسهيل وتبسيط الحسابات حتى نجي شوية شوية نتمعن ونتعمق بال حسابات الكهربائية، حسابات التيار والفولتية والإي إم إف وإلى آخره. بالمناسبة يعني كفاءة المحولة تعتبر كفاءة، يعني أغلب المحولات كفاءة عالية، يعني فوق 95%، وكل ما يزداد الريتنج مالتها كل ما تزداد الكفاءة. فبعض الأحيان يفترضها إنه هي مثالية، يعني شنو؟ يعني كفاءتها 100%، يعني شنو كفاءتها 100%؟ فبالتالي راح نشوف هذني النقاط اللي تخلي كفاءة المحاولة 100% شنو؟ أولا الأيديال ترانسفورمر بيها هذني 3 خصائص. أولا no winding resistance، يعني الملفات مالتها خالية من المقاومة، وبالتالي شلون تصير خسائر نحاسية؟ ما تصير، يعني التيار تربيع في المقاومة، المقاومة صفر، فبالتالي خسائر نحاسية ما بيها الايديال ترانسفورمر. النقطة الثانية أو الخاصية الثانية بالايديال ترانسفورمر هو عدم احتوائها على ليكج فلوكس، يعني شنو؟ تسرب في الفيض في الكور، داخل الكور أو أي مجال، أي جزء، وخاصة في الكور اللي هو يعتبر مسار للفيض. يعني شنو ماكو تسرب؟ يعني نفس الفيض يسير في كلا الملفين. الخاصية الثالثة من خصائص المحولة المثالية هو عدم احتوائها على الايرون لوسز، يعني شنو؟ الايدي كارنت والهيستريسز وين؟ بالكور. تعرفون احنا ايضا حكينا بالمحاضرة السابقة الكور يعني يصنع من شرائح معزولة عن بعضها البعض لغرض تقليل التيارات الدوامة والهسترة المغناطيسية.
كونسايدر انا ايديال ترانسفورمر عند اللا حمل. اذا كانت هاي الايديال ترانسفورمر عند اللا حمل، شنو يعني عند اللا حمل؟ يعني ما مربوط حمل على جهة السكندري. هذا الرسم اللي نشوفه اللي جوا، كنا بصورة عامة المحولة الجهة اليسرى هو الابلايد فولتج، والجهة اليمنى هي الحمل المربوط عليه. فهنا مثل ما جاي تشوفون بهذا الفيجر، فيجر واحد الجوة على الجهة العليا يمين جهة الحمل open مفتوحة، يعني شنو؟ ما بيها حمل، ما حاطين لود على هاي المحولة، يدخل لها تيار لكن شنو؟ ما يصير إلى الحمل open، صاير open. يعني التيار الثانوي ايش بيه؟ صفر، ما يصير تيار في الجزء الثانوي. هنكمل الفقرة. وين وصلنا؟ قلنا السكندري هو open، open circuit. Under such conditions، تحت هذه الظروف، the primary is simply a coil of pure inductance. عند هذه الوضعية، عند اللا حمل، الزيت الامبيدنس مال كل ملف مو هو عبارة عن الار جمع الار والاكس ال، فهنا ما انه الار صفر، فاذا الزيت هي كلها عبارة عن شنو؟ كلها عبارة عن اندكتنس. ففي حالة الالترنيتنج فولتج، في حالة الفولتية المتناوبة في واحد المطبقة الى البرايمري، اذا طبقنا في واحد الى البرايمري سوف يسحب، it draws يسحب a small magnetizing current، تيار مغناطي صغير يسمى الـ IM which lags، الذي سيتأخر behind the applied voltage by 90 درجة. كلكم تعرفون أو ماخذين بالأسس أو مر عليكم المعلومة إنه الأحمال الحافية، وباعولي على الرسم الجوي، الأحمال الحافية التيار يتخلف عن الفولتية المطبقة ب90 درجة. فهنا إذا أشوف على الرسم الـ IM والـ V1 الزاوية بيناتهم 90 درجة. This alternating current IM produces an alternating flux F، سينتج فيض، هذا الفيض متناوب، which is proportional to، يتناسب طرديا، and in phase with it، يتناسب طرديا وبنفس الزاوية معه. الflux بنفس الزاوية وبنفس الطور مع الـ IM. The alternating flux both linkages يمر عبر both windings، عبر كلا الملفين الـ primary و secondary، و induces EMF E1 في الـ primary و E2 بالسكندري. تعرفون فولتية مطبقة على ملف ستولد قوة دافعة كهربائية في البرايمري، وبنفس الخاصية وبنفس مبدأ العمل ستوفر قوة دافعة كهربائية في السكندري نسميها E2. At every instant، في كل لحظة، equal to and in opposition to V1. نلاحظ نباو على الرسم، ومساعدة هذا الرسم احنا نشرح، يقول هاي الـ EMF الـ E1 والـ E2 بنفس مقدار الـ V1 لكن شنو؟ عكس الاتجاه. نعم،
عكس اتجاه السبب شنو هو؟ هو بسبب قانون لينز. Both EMFs يعني كلا الـ E1 والـ E2 lags behind flux by 90 درجة، تأخر عن الفلكس ب 90 درجة. لذلك تشوفون الزاوية، لذلك تشوفون الزاوية اللي بين الاي ام والاي 1 والاي 2 فيها الزاوية بيناتهم 90 درجة تتأخر. However, their magnitudes depend upon the number of primary and secondary turns. لكن مقدارهم يعتمد على طبيعة الحال طبقا لقانون فاراداي، تعتمد على عدد اللفات البرايمري والسكندري اللي اتفقنا على أن نسمي كل بارامتر وعنصر من البرايمري نسمي N1, E1, V1، وكل عنصر من السكندري سمينا N2, E2, V2, Phi2. نعم، خلصت هاي الفقرة. شوف قلت لكم ورا ما أكمل نعرف ليش افترضنا هاي المحولة المثالية. هاي هذا الرسم الفيزياء دياجرام هذا أو دايجرام، هذا هو أبسط حالة من الحالات المحولة. يعني حاليا هو عند النو لود إنه وعند ما يكون ايديال، محولة ايديال راح يكون الوضعية شوية تختلف قد ما تكون المحولة براكتيكال. هسه راح نشوف شنو اللي يختلف ونقارن بين الفيز دياجرام، فيزر دياجرام او دياجرام في الحالة هاي وفي الحالة اللي راح تجينا. الموضوع التالي اسمه Practical Transformer on No Load، المحولة العملية أو الواقعية أو الفعلية عند اللا حمل. حاليا ما نفترض، هي المحولة على حقيقتها، المحولة اللي تستخدم في التطبيقات الكهربائية سواء كان في التوزيع أو في النقل، السنجل فيز ترانسفورمر. Practical a practical transformer differs from the ideal transformer in many respects. المحولة الواقعية أو العملية تختلف عن المثالية في عدة جوانب. أولا بيها iron losses، مين بيها winding resistance، ثلاثة بيها magnetic leakage. هاي الظروف الطبيعية، هاي المفروضة علينا، لا يمكن محولة واقعية تخلو من هاي ذني الخسائر. ممكن تقليلها بطرق عملية إلى أقل مقدار، لكن لا يمكن أن تختفي نهائيا. فمثل ما جاي تشوفون، أحب أقارن بين المولد والمحولة وأيضا الموتور. كل الأنواع اللي ذكرتهم اللي أخذناهن ودرسناهن بهن ايرون لوسز، وايندينج لوسز موجود بكل واير من الوايرات، كل الأسلاك بهن ريزيستنس عند ما يمر تيار، ويعتمد أكيد على المعدن المصنوع من عنده، ألمنيوم، نحاس، حديد. والنقطة الثالثة اللي هي ماجنتيك ليكيج اللي هي التسرب المغناطيسي، أيضا المفروضة علينا وموجودة في الأنواع كلها.
consider a practical transformer. اعتبار نعتبر إذا أخذنا بالاعتبار المحولة العملية أو الفعلية عند اللا حمل. شنو يعني؟ يعني السكندري اوبن مثل الحالة اللي فاتت اللي تونا حكيناها، الحالة الفقرة الماضية، بس مو ايديال مثل ما حكينا من ساعة. أيضا عند اللا حمل، لكن شنو الفرق؟ هنا أنا براكتيكال، يعني وكأنه جاي نعيد نفس الفقرة اللي تونا حكيناها، لكن الفرق فقط ذيك افترضناها المحولة بذيك الفقرة افترضناها مثالية، الآن هي واقعية، المحولة الواقعية. بالله خلينا نشوف بالحسابات ايش راح يتغير. أول the primary اللي راح يختلف هنا، the primary will draw a small current I not، راح يسحب تيار I not. حتى شي جهز ذاك ما سحب تيار I not، سحب بس مركبة واحدة اللي هي الـ IM حتى يولد الفيض المغناطيسي بيه، يعني بس المركبة التخيلية. هنا مثل ما جاي تشوفون بالفيزر دايجرام، هذا الرسم اللي على اليمنى ظهرت هاي المركبة، هي هاي الفرق الأساسي بين المحولة المثالية والمحولة الواقعية. فهذا المن يسحب الآينات، ليش ينسحب؟ ذاك والله يولد فيض. هذا ليش ينسحب؟ أولا للآيرون لوسز الموجودة في المحولة الحقيقية، وثانيا لكبر لوسز، لخسائر نحاسية ولو كانت بمقدار جدا صغير، لأن مثل ما حكيت أنا بالمحاضرة السابقة عادة ما تكون المحول أو هو أصلا عند اللاحمل، عند اللاحمل ما يسري تيار في الثانوي، فقط في الابتدائي، وبالتالي أصلا ما يروح الحمل، فبالتالي مقدار التيار المسحوب لغرض الكبر لوسز يصير مقدار جدا ضئيل. وراح تشوفون هاي السنة أو السنة الجاية راح تشوفون هذا الشيء بعيونكم بالمختبرات إن شاء الله السنة الجاية على المحركات، تشوفون عند اللاحمل ايش قد يصير التيار، عند الحمل ايش قد يصير، وحسابات الكفاءة أيضا إن شاء الله راح نطبقها هاي بشكل عملي بالمختبرات. فوين وصلنا؟ قلنا هذا الآي نوت اللي ينسحب هنا، هذا اللي هو عبارة عن مركبتين، رياضيا هو عبارة عن مركبتين، هاي المركبة الأفقية بعدنا ما جه العفو العمودية ما حكينا عليها، أما هاي الأفقية بالله حكينا عليها. هاي الآي نوت قلنا توفر لي الخسائر الايرون لوسز ومقدار صغير من الكبر لوسز. Hence the primary no load current. الاي نوت هذا وين صار؟ على جهة البرايمري is not 90 درجة behind the applied voltage. مو 90، اكيد مو 90 مثل ما جاي نشوف، اللي 90 درجة هو كان الاي ام بالفقرة ذيك، وما زال هو شنو 90 درجة يتخلف عن البي 1. اما بهاي الفقره عندي براكتيكال ترانسفورمر راح يكون هو الجمع الاتجاهي للاي وركينج، هاي المركبه العموديه اللي لحد الان ما حكي عليها، زائد المركبه الافقيه اللي هي الاي ام. وقلنا بات عفوا behind the applied voltage V1 but lags، لكن تتأخر بأنجل أقل من 90، واضح أنه هي أقل من 90 as shown in phasor diagram. بالتالي عندنا هنا قانون النو لود انبوت باور، القدرة الداخلة عند اللاحمل
هي يسميها راح اسميها دبليو نوت، اللي هي الفي 1 الفولتيه المطبقه في الاي نوت في كوساين الفاي نوت في كوساين الفاي نوت. هاي القدره الداخله عند اللاحمل. نكمل على الفيزر دايجرام. As seen in from the phasor diagram in figure 10, the no load primary current I naught can resolve in two rectangular components. يمكن أن يحلل الـ I naught إلى مركبتين أفقية وعمودية. فأما العمودية فهي كومبينات I W تسميها. In phase with the applied voltage. بنفس الطور مع الـ I voltage. ليش؟ لأنه هاي التيارات راح توفر مثل ما قلنا من ساعة، توفر الخسائر اللي تروح بشكل حرارة، يعني الخسائر المقاومية، وبالتالي عند الحمل المقاومي التيار يكون in phase with the applied voltage. لابد ماخذين هاي المعلومة بمادة الأسس مثلا. This is known as active or working or iron losses. أما نسمي هاي الخسائر أما نسميها هاي الخسائر هي active losses أو working losses أو iron losses. وتجهز الخسائر الحديدية و a very small of copper losses. فال IW شو تساوي لنا؟ ال I naught في كوساين الفاي نوت. واضح من الرسم I naught كوساين الفاي نوت إذا أردنا نطلع ال IW. يعني هسه عندك مسألة، عندك الكوساين فاي نوت يعني الباور فاكتور في حالة النولود، وعندك الاي نوت التيار المسحوب الكلي في حالة اللاحمل. اقدر اطلع الاي دبليو يعني هذا المركبة العمودية؟ نعم، مجرد تطبيق هذا القانون. بعد من شو اسمه اكو كومبينات من الفيزر دياجرام، شفنا اكو كومبينات اللي هو الافقي اللي هو الاي ام اللي هو قانون الـ I naught P sin الـ phi naught. وبالتالي أكيد الـ I naught هو المجموع الاتجاهي، الجمع الاتجاهي للـ I M زائد الـ I W. وإذا نريد الـ power factor الـ I W والـ I naught بسهولة نقدر نطلع I W على الـ I naught. من المؤكد هنا it is emphasized here that no load primary copper losses هي الـ I naught تربيع في الـ R1 is very small and may be neglected. ويتهمل الخسائر النحاسية في حالة اللاحمل، ولذلك الـ no load primary input power is practically equal to iron losses equal to iron losses and transformer. ممكن إهمال copper losses في حالة اللاحمل بحيث إنه input power هي عبارة عن iron losses. لو نجي نحل هذا المثال، هذا المثال طبعا بشقين فرعين وكأنه مسألتين يعني مفصولات وليس مسألة واحدة. أكيد بسيطة، يعني مسألة بسيطة. الفرع الـ A هو شنو؟ محولة الـ V1 هي 2200 فولت والـ V2 هي 200 فولت. تسحب تيار ابتدائي في حالة اللاحمل بمقدار 0.6
بوينت 6 هذا هو التيار الكلي في حاله اللاحمه، وتسحب اوبزيربز الهاي ال 400 واط، هاي الفوق الدبليو نوت 400 واط، هاي شنو تروح كخسائر شبيهة ايرون لوسز. ايرون لوسز فاين ذا ماجنتايزنج اند ايرون لوسز كرنتس. دير بالكم بالتعبير، ناشي يقول ماجنتايزنج لوسز كرنت والايرون لوسز كرنت، او الماجنتايزنج كرنت والايرون لوسز كرنت، مو معناته يريد الخسائر النحاسيه، لا يريد تيار خسائر الحديديه، تيار خسائر الحديديه مو الخسائر الحديديه، يعني ما راي القدره، راي التيار. اوكي فكلش طبيعي، مساله بسيطه. هنا عندك الآي الكلي، هذا الآي الكلي اللي هو الجمع الاتجاهي لهذني المركب، يعني إذا نريد نطلع، إذا عدنا، إذا هو شيء يريد الماجنتايزنج كرنت والايرون لوسز كرنت، الايرون لوسز كرنت قلنا هاي الخسارة وين تروح؟ بشكل ايرون لوسز، فقط ايرون لوسز، هاي خسارة ال 400 المعطيني اياها تروح بشكل ايرون لوسز عند اللاحمة. بالتالي الايرون لوسز شو تساوي لنا؟ هي هاي القدرة المعطيني اياها بس اقسمها على الفولتية الاولى، يطلع لي تيار تيار الخسائر الحديدية 400 تقسيم ال V1 يطلع لي الخسائر الحديدية. وأكيد هاي الخسائر هي in phase مع ال applied voltage، بالتالي ما ذكر هنا أنا شنو في الباور فاكتور، يعني الباور فاكتور هنا أنا واحد. و هاي اذا حصلنا الاي دبليو سميناها الايرون لوسز، ايرون لوسز كانت سميناها فوق اي دبليو. هسه انا عندي اي دبليو وعندي الكلي اللي هو الاي نوت، بس عندي هذا مجهول اللي هو ايضا يريد الماجنتايزنج كارنت. فالاي ام شي يساوي انه تحت الجذر الاي نوت ناقصا الـ IW الكل تربيع، أو هاي تربيع ناقصا هاي تربيع، هاي أكو بيها غلط، مو الكل تربيع، هاي الثانية تصير هنا فوق الـ 0.182، بعد أنتم تعرفون هذا الأنسر صحيح طبعا 0.572 أمبير، هذا هو الماجنتايزنج كارنت. سؤال بسيط مجرد تطبيقي وتوضيحي. السؤال الثاني طبعا هو يعني سؤال ثاني اعتبره مو سؤال واحد، على اعتبار شنو المحولة تختلف، يعني الريشيو تختلف مالتها. شوفوا هاي صحيح 2200 البرايمري الفولتية الابلايد فولتج 2200، لكن السكندري 250 فولت، بالتالي ما ناخذ اي شيء من الفقرة الأولى وكأنه غير محولة. يقول هاي المحولة الترانسفورمر تأخذ 5 بالـ10 أمبير، هاي شنو يعني تأخذها؟ يعني هاي الكلية عند الباور فاكتور 0.3، منطيك هنا الباور فاكتور 0.3، يعني هاي الاي نوت وهاي الزاوية مالتها من خلالها، هاي الزاوية يعني بار فاكتور يعني كوساين الفاي، يعني كوساين الفاي 0.3 اقدر اطلع الفاي، اقدر اطلعها كوساين الفيرس 0.3 يطلع لي الزاوية، بالتالي اقدر ارسمها واشوف ايش قد تبعد عن الفي 1
الزاوية عن البي 1 شكيت تطلع. المهم هسه ما جاي احله، بس قصدي هاي جاي اوضح شلون افسر السؤال، شلون استخدم معطيات السؤال في حل الاجابه وتفسير السؤال. فنرجع نعيد السؤال والله من البدايه. مطيني ال V1 وال V2 اللي هاي ترانسفورمر، مطيني ال I0 اللي هو التيار الكلي، ومطيني الباور فاكتور هو 0.3. عنده الاوبن سيركت يسحب اوبن ثلاثة عند الاوبن سيركت فاين جد ماجنتايزنج اند وركينج كومبينيت اوف ذا اوف نو لود برايمري كانت. ايضا يريد الاي ام والاي دبليو، نفس السؤال نفس المطالب، لكن هنا أنا شنو عندي؟ بس الاي نوت، عندي بس الاي نوت. فالاي نوت مثل ما جاي تشوفون 0.5 الزاويه مالتها، اطلعها الزاويه مالتها كوساين انفيرس البوينت 3. ليش اطلع الفاي؟ طبعا هنا هو مستخدم الاي دبليو، شي يساوي ان الاي نوت في كوساين الفاي نوت، صحيح. اخذنا القانون الفوق هسه راكم اياه. الاي نوت، العفو الاي دبليو، شي يساوي ان الاي نوت كوساين فاي نوت. عندنا الاي نوت بالسؤال، عندنا كوساين فاي نوت، بس نطبق هذا القانون طلع الاي دبليو. يبقى الاي ام اطلعه بطريقتين، يا اما اطلع الفاي من كوساين انفيرس للباور فاكتور يطلع لي الزاويه، واخذ لها الساين واضربها في الاي نوت اللي مطيني اياها بالسؤال يطلع لي الاي ام. لو لا والله اقول من خلال هاي هذا الجمع الاتجاهي اقول الاي ام يساوي انه تحت الجذر مثل ما هو حاله. الاي ام تساوي ان تحت الجذر النص امبير تربيع ناقصا الاي دبليو اللي طلعها من خلال هذا القانون الفوق اللي هي 0.15 وتساوي ان هلقد امبير. مثال مجرد مثال بسيط كبداية ان شاء الله لمواضيع اوسع وأشمل. خلي يكون هذا الجزء الأول، وبعدين راح ننزل الجزء الثاني نكمل به المحاضرة.